سيرين تفيسي العروسة، أنا الأورغانيزاتريس منظمة تاع الفورشيت دور اللي هي المسابقة الوطنية ما بين توت المعاهد السياحة التونسية في دورتها الرابعة. اخترنا باش نخدموا على المخزون التونسي، وخذينا معانا لابيا اللي هي تعاقدت مع لوني دي، وخرجوا ان ايفينمون اسمه البومبات اللي هو خرج مخزون تونسي كبير ياسر، وخدمنا على البوليس. التظاهره هذه اليوم المشاركين فيها على شنو ركزتوا وشنو تهدفوا من خلالها؟ اللي ركزنا عليه، ركزنا على الطبخ الانترناسيونال، وخذينا المخزون التونسي حطيناه في الطبخ العالمي، باش نحاولوا نوثقوا نسوقوا المخزون التونسي فيغ ليكستيريور. معناتها حاطين التلامذة نتاعنا هما ولي كوتش اللي هما عباد جايين من جربة، من حمامات، من توزر، من سوسة، من تبرقة، من عين درام، تبارك الله، معناتها من النواحي الكل، وحاولوا يخدموا شهرين وهما يخدموا على المخزون التونسي نتاعنا ودخلوه في الأكلة العالمية. باش دونك خذينا الدجاج العربي والبرغل، وخذاو معاه دونك دي برودوي زادا من دو تيروار، ودخلوا وعملوا بهم حاجات انترناسيونال. وفي الباتيسري خدمنا على الدرع، الدرع ديما استانسنا نخدموا الدرع على فاسون يا بالسحلب يا صحفه درع يا درع اللي تعملوا مماتي في الدار، معناتها كيف ما خبز الدرع. دونك خممنا باش الدرع يولي في الشوكولاته، الدرع يولي في التاخت، الدرع يولي في دي روسيت انترناسيونال، الدرع يولي منه جلاس، تولي منه موس. دونك قعدوا يخموا وخرجوا معناتها حاجات يسرح. عدد المشاركين عندنا الكل في الكل 28. وفي الريستوراسيون دونك في تقنيه المطاعم نشوفوا احنا النقص. وقت اللي تدخل الريستوران ولا تدخل لوتيل ديما تلقى ما فماش الارتيزانات تونيزان اكزيست با، معناتها ما فماش المنتوج التقليدي التونسي. دونك اعطينا الكلام نتاعنا باش يخدموا على طاوله تقليديه تونسيه، وهذا باش نحاولوا نوصلوا زاد للسوق العالميه باش يشوفوا شنو تونس يستعمل، وباش التوانسه ديجا اللي عنده ريستوران يولي يخمم باش يبدل الفيسيل نتاعو، يبدل الديكور نتاعو، يخمم في الارتيزانات التونسيان، ونحاولوا باش ان شاء الله تونس ديما القدام ديما على خير.